خلينا ما نسيبو لي زاسون تاع الكراج هذيك، طوروه في الديتونار في التربوده. السلام عليكم ورحمة الله. هزو فلاوين العصابة الصهيونية الغبية عن بالها تفسد العيد للجزائريين، تخسر لهم عيدهم هكذا، تدخل في أولاد العائلات الحبس، توقف فيهم، دي فيهم للكوميساريا، ضرب فيهم، تدير، لأنهم في اليوم الثاني من العيد خرجوا يحتفلوا بالعيد على الطريقة الجزائرية، هي المطالبة برحل العصابة حتى يتمكنوا الجزائريين من إقامة الدولة اللي يحلموا بها الشهداء واللي يحلم بها كل جزائري، هي دولة قانون، دولة ما تمشيش تحت وطأة الرونجرز. دونك العصابة هذه حبت تخسر العيد للجزائريين، ولكنها بكل غباء دارت عيد آخر، عيد داخل عيد، لأن الجزائريين اللي تم توقيفهم أعطاتهم دور بطولة اللي يستاهلوها. على كل حال هم أبطال، لأن الجزائر تنجب الأبطال، وخلاتهم يحتفلوا في الساعات الأولى من صباح اليوم بالعيد دائما على الطريقة الجزائرية. شوفوا هذا المشهد اللي تصور أمام محكمة سيدي محمد على 3:30 تاع الصباح. هذوما الجزء اللي خرجوهم من المحكمة، ما صابوش عندهم كرتونة تاع إيزيس مكتوب عليها دولة مدنية ماشي عسكرية، ما صابو عليهم حتى حجة دامغة كما يقولوهما، ما صابوش عليهم آثار الأيادي الخارجية كيفاش حركتهم، أو كان اللي تلقوهم، كان اللي دارهم تحت الرقابة القضائية، كان اللي عطاهم السيرسي، كل واحد واش داروا. المهم فبركو على حساب التليفون، فوالا 3:30 تاع الصباح. صور هذه عمرنا ما شفناها في الجزائر، انه في كل ولاية 22 ولاية محاكم تخدم في الليل، على خطراش علشان يحاكموا في الناس، بيقولوا ايادي خارجية ياك تحاكموا الناس، ترعبوهم ترهبوهم وتقولوا ايادي خارجية. طبعا ايادي خارجية هي انتم الايادي الخارجية، انتم الايادي الخارجية، ما تحشموش. نجوا تعكروا اجواء احتفالية، ناس خرجوا واش خرجوا يديروا في الشارع، هل جاوا مسوا النظام العام، قصروا، ضربوا، والو، انتم ضربتوا، انتم كسروا، مش ما يردوا عليكم، ما حبوش يردوا عليكم. قل لك دولة مدنية، ما عندناش الحق في دولة مدنية، ما عندناش الحق في دولة قانون، والله ستفرض رغم أنفكم، والله ستفرض رغم أنفكم. فوالا، وتعياو وتشوفوا دولة قانون، والقانون يدخلكم الحبس يحلل. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
خلينا ما سيفيليزاسيون تاع الكراج هذيك طوروا في التربوده.